مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن التنظيف في هذا الشهر، ونيتنا لهذا الشهر التنظيف ان ننظف ذكرياتنا المؤلمة، ذكريات الطفولة المزعجة، ننظف مشاعرنا السلبية وننظف الطاقات السلبية اللي حولنا. وعندنا برضو خلفية الجوال عشان نذكرنا بنيتنا. اللي ما حط النية معانا بليز ما زال في وقت، حط النية معانا وانضم لنا. واللي ما حط خلفية الجوال برضو ما زال عندك فرصة. وعندنا السول ديتوكس، الوعي الطفولي، التطهير الروحي من خلال التنفس، والموسيقى التحولية. اللي عنده مال، اللي عنده وقت، اللي عنده جهد، اللي عنده طاقة انه يطبق، انه يغوص اكثر، اللي مستعد يواجه الحقائق يقدر يحصل على هذه الكورسات لهذا الشهر. موجودة على somia369.net. طيب اليوم نبغى نتكلم عن تنظيف المعتقدات، وبعدين نبغى ناخذ اسئلة. طيب خلونا نشوف موضوع تنظيف المعتقدات. تنظيف المعتقدات أبغى أتكلم عنه اليوم لأنه شوية مربك، مربك بالنسبة لأي شخص يقوم بعملية تنظيف. خليني أقول لك ليش، خليني أقول لك وش الزوايا الحرجة في موضوع تنظيف المعتقدات. أول شيء أبغى أقول لك إياه إنه أنت لما تؤمن بمعتقد ما تقدر تعرف انه معتقدك غلط. ورطة صح؟ يعني لما تؤمن انه خلينا نقول التفاح مفيد. طب انت الان هذا معتقدك اللي انت مؤمن فيه. وانت قاعد تاكل تفاح، يمكن جالك سكر، يمكن جالك مرض من التفاح، يمكن انغثيت، يمكن اثر على شيء، ما ادري سويت، بس انت ما تقدر تشوف الغلط لانه انت تعتقد انه هذا الشيء صح. او انت مؤمن بانه التفاح شيء جيد مثلا. وهذه المعضله اللي تخلي الناس في كثير من الاحيان هم عالقين في اماكنهم، لانهم مو قادرين يعرفون معتقدهم الغلط. او خلينا نقول لانه كل معتقد انت تؤمن فيه هو معتقد صح. فاذا انت تقول انا بنظف معتقدات الغلط، طب اصلا انا ما امنت فيها لانها صح، فهي صح بالنسبة لي، فما أقدر أشوفها أنها غلط، فشلون أنظفها وهي صح لأن مؤمن فيها. فتحس أنك كأنك إيش تورطت في دائرة مغلقة ما لها مخرج. وهذه أزمة كبيرة بالنسبة لأي شخص يقرر أنه يقول أوه والله أنا أبغى أنظف معتقداتي. معناها راح تعلق في طب وين هو أي معتقد اللي حيس الدنيا؟ لا بس هذا صح، أنا مؤمن بهذا، فتعلق فيه. وهذه أحد الزوايا اللي كثير خطرة في موضوع المعتقدات، وتجعل الأشخاص عالقين في نسخهم وهوياتهم القديمة، لأنهم ما قدروا يعرفون وين المعتقد. أي واحد اللي مغرز فيهم، أي واحد اللي مورطهم، أي واحد اللي مسكر البيبان، أي واحد اللي معطل الحياة، ما يعرف، ما يعرف. الشيء الثاني هو كثير مزعج برضو في موضوع المعتقدات، انه المعتقد يعني شوف لاحظ انك انت كأنه لغز ما تقدر تكتشفه، ما تقدر تكتشف انه هذا المعتقد هو التعبان. لكن خلينا نفترض انك اكتشفت انه معتقدك عن تفاح غلط مثلا. الان اكتشفت المعتقد، لما تشيل المعتقد راح يكون في فراغ. هذا الفراغ يحتاج إلى تعبئة. وهذا يخلي الموضوع معقد أكثر. إنه طيب يا جماعة، أنا الآن لما أخلص معتقد التفاح تبغوني أؤمن بالبرتقال؟
ولا تبغون يؤمن انه التفاح غلط او خطر؟ وش تصير فكرة التفاح الان؟ كنت تؤمن انه التفاح شيء جيد، الان شلون لازم في بديل؟ لما انت تشيل المعتقد هذا يكون في فراغ يحتاج استبدال. المعتقد يحتاج بديل، يحتاج استبدال. يعني مثلا انت كنت تؤمن انه الارض مسطحة، لما انت في احد مثلا قالك لا مي مسطحة، فقعدت تحاول تشيل المعتقد، وها يمكن معتقد غلط، المهم انك بطريقة ما يعني ناقشت المعتقد، فقاعد تشيله، فتقول طيب انا وش احط اذا شلت المسطحة؟ وش احط؟ احط كروية، او احط بيضاوية، او احط مربعة، او احط دونتس، او احط وش احط؟ فهذه ازمة اخرى ايضا في موضوع المعتقدات، انه زاوية خطر جديدة على موضوع المعتقدات، انه انت في الغالب ما تقدر تسوي تبديل الا تبديل يكون كثير ذكي، يكون كثير ذكي، انك ممكن انك مثلا تقول لا انا ما ابغى اؤمن انها كرويه، ولا ابغى اؤمن انها دونات، ولا ابغى اؤمن انها مربعه، ولا ابغى اؤمن انها بيضه، بس انا بعطي مثلا 10% من كل هذه الخيارات مع بعض واحطهم مع بعض هالمكان اللي اصبح فارغ بعد ما كان انا مؤمن انها مسطحه، صارت هالمجموعه هذه كلها. لكن في النهايه سويت تبديل. لكن لو مثلا انا قلت لك خلنا تعال نسوي تنظيف للشعور، تنظيف للخوف مثلا على سبيل المثال، لما شلت الخوف راح الخوف، انا مو محتاج اني اسوي تبديل، مو محتاج لدرجه انك انت تقدر تكون في الحياد. لاحظ الفرق، لدرجه انك انت تقدر تكون في الحياد وتعيش، بس ما تقدر تكون بدون معتقد وتعيش. يعني لو ناخذها باخر صوره واخر قصه ونهايه النهايه، اذا انت بتحيد المشاعر راح تعيش، لكن اذا انت بتشيل معتقدات كلها راح تموت. ما لما تشيل الخوف تقدر تعيش بدون خوف، بدون بديل. ممكن تكون انت ما وصلت للحب بس ما انت خايف، بس في مشاعر ثانيه لسه ما اشتغلت عليها، بس شلت الخوف او شلت العار، عادي ما في بديل، اتس اوكي. على اسوأ الاحوال ممكن تكون محايد، ما في اي بديل لا ايجابي ولا سلبي، وتعيش. صحيح انها يعني عيشه يعني ما هي مفضله، لكن اذا انت بتنزع لي وتنظف المعتقدات كلها ما راح تقدر تعيش، ما تقدر تعيش. فعندك يعني الخطوره برضو في انه انت وش المعتقدات اللي تشيلها، وش الاستبدال اللي تسويه. ففي فرق ما بين استبدال المشاعر واستبدال المعتقدات، وهذه زاويه اخرى تخلي موضوع تنظيف المعتقدات صعب وخطر. الشيء الثالث والأخير اللي أبغى أقوله فيما يتعلق بتنظيف المعتقدات، إنه غالبية البشر هم لديهم تضخم في الجسد الفكري، وضعف طبعاً في الجسد المشاعري والأثيري، وتوسط يعني في الجسد المادي. وهذا الشيء يعني إنه تغيير في الجسد الفكري يحدث كثير هزة في الهوية. إذا كانت إيجابية تتغير كثير، وإذا كانت سلبية أيضا تتأثر كثير. وللأسف إنه كثير من معتقدات الناس تتغير في القيعان، تتغير في لحظات خطأ، تتغير في لحظات ألم. لذلك أيضا لما تتغير في مرات تستبدل بمعتقدات كثير متطرفة، يعني مثلا الأصدقاء خونة، لأنه خانني صديق ونزلت القاع وضربت آخر الدنيا وتعبت وكذا، فالأصدقاء خونة، فقمت ركبت زرعت المعتقد وأنا في القاع، فقمت من هذاك المعتقد وأنا أحمل هالشخصية الشريرة إنه أي صديق يقرب عندي راح أدوسه، لأنه أنا أعتقد إنه الأصدقاء خونة وشريرين وكذا.
وهذا يخلي انه تغيير المعتقدات عند البشر في الغالب تحدث يعني كثير فرق، تحدث كثير فرق بسبب انهم هم اجسادهم الفكريه مسيطره على نسخ. هذا هو السبب.